قناة ميمون بن محمد الدعوية تقدم لكم هذه المادة. وقال أيها الناس سحستي وورن النبينوم قبر غيف فغزي الدنيا بس حسيت فوسي مش جنوم هازم ثورة والنوم سحضات تورع قرنوم قثني تاء باللحظات الأخيرة إن بنوم صلى الله عليه وسلم دي الدنيا. قال أيها الناس إني فرط لكم شقلو مزاغ وأنا شهيد عليكم قخوم شهد يوم القيامة وإن موعدكم الحوض أمر قين نغى الحوض. النبي صلى الله عليه وسلم إجا كين غمر قيغ الحوض سرخبان أمني غلا أي مسرمن أثي مسرمين النبي نومي النوم مرقين نغى الحوض كأن النبي صلى الله عليه وسلم قارن غقت كم شنو بريد النظن وايتي ويغى الحوض أوه هيكم النخسن كذين مرقى غى الحوض ذي كبريدن الحوض أبريدي توين غى الحوض أبرز السنة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أبرز الشرع عن ربي جل في علاه لأن يني غيب الدر نواني النبي صلى الله عليه وسلم واتمرقين شاغك النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكجنا الحديث وليذادن أقوام عن حوضي كما تذاد البعير الضالة شنو ذا نذير قوان غال حوض أثن جارا الملائكة من جارا يرغمان أثن وين غجه تنظني فأقول ألا هلم لقيجن الرواية يا رب إنهم من أمتي إن قزي الأمين يا رب إن قعقرخ تنزي الأمين أو يتنغارينا تسونزي الحوض هذا السنين إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك وغيروا إن توقعنا سن محمد أحمد عبد الله عبد الرحمن علي محمد عبد الإله عبد الكريم ولكن قبل درنا واناش تينا توقعنا سن فاطمة عائشة حفصة خديجة ذا مريم اسمون مسرمن ولكن بدرن تواناش أذنت أني توقعنا عاد وقت عرس الحجاب إذا أنت إني تغوي قانا قال حجام شوى جميزي صغي غقذ دخل لوف إذا أنت إني تغوي سيقاني بس شوى تقغبو الحجاب من أشي روح ندايا ذين ذين وذين وذين ذين إني بدرن قينا بدرن وأنا شي يا رسول الله هذا سين النبي صلى الله عليه وسلم ألا سحقا سحقا ألا بعدا بعدا قجن الرواية سين ألا سحقا لمن بدل بعدي وغير ما يمي لأن واتكين بو يبرد نيتوين غل حوض النبي كين غمر كي غل حوض يعني واتكين بو بريد نكين بريد النظني كين بريد التشبه سيني وايد جندي مسرمن كين بريد تبع عنديس إن وايد جندي مسرمن أمني إن النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى إذا دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله. قال ومن؟ قال ومن؟ فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يا مسلمون قبر غيف غرعمان نس قبر غيف غزي الدنيا الناس الصحابة قارن غمارة وإن موعدكم الحوض أن مرقغ الحوض وإن والله قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن والله لا أنظر إلى حوض الآن إن اسم الله إلى الحوض إنه قخز إذا يكشى صدار بي قخز غاس رخو التواريخ رخو الشنايد صدار بي رخو إذا كجن الرواية النظني قال إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي أورا مهمة تصورنا النبي صلى الله عليه وسلم مرة مهم ولكن وانيتا عشت إن سقى وخوم قويد غشاء الدور من المشركين وانيا وخوم قويض غشاء الدور ما تعبد من الأصنام إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي
يمين خير قدذ يا رسول الله دي الزمن وغان غلا هبل ولا منات ثالثة والأولى ولا الذي جنحش دي الأصنام أين النبي قرن غخون قدذ غشاغتك من الشرك أواني يمين خير قدذ يا رسول الله توصيه نجني قرد يفغزي الدنيا عقلوها يا مسلمون ما رواه عقلم خلوصيا النبي صلى الله عليه وسلم خاذ عقرم ما رواه حفيظ الوصيا النبي صلى الله عليه وسلم خاذ حافظم باب اش مرا تغيت متى وش يوصر سجن توصية وش انت يفغر عمان سمت كذا المجهود نشت اتكتب قد الوصيا نغلا شيمان امسر من توصنت الوالدين سنشان توصيات واجين تزيد دين قاع واجين تزيد دين يقارش وزما تقيم غواتك توصيات من النبي وزما غد قيم قنشي ما قبر غد متني قيا من سيسوع الجميع وزما تقيم غوات تنفذ غش الوصية مع انه الوصية ثانية تخسوا تنفذ شاء وجبت التوصيات غيت وانفذن بابا قبر غي مهنا ينظرين وقس الزلجت كذا سمار موت كذا وزما الخالف لا خالف ثانية وجبت التوصيات غيت وانفذن ما لا تغى إذا نمشنت قل احتيات أنه نفذ توصيهن سن توصيهن النبي صلى الله عليه وسلم قبر غيمث وتنفذ شاء سمنا غيق النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أخشى إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي من خانق قذذ يا سيدي يا رسول الله قال ولكني أخشى عليكم الدنيا قلخهم الدنيا قلخهم الدنيا ما يمي الدنيا يا رسول الله قال أن تنافسوا فيها أتبذى ما تمحيزوا قلخهم ما تمحيزوا أتبذى ما تمحيزوا الدنيا وتقتتلوا فتهلكوا قلخهم ما تمحيزوا الدنيا قلخهم ما تمنغم الدنيا قلخهم ما تمسعدام الدنيا قل خومة بالدم ذي المحاكم يجن قباله ونظني بابا سك ذميس وماسك ذو ماس عزيزي سك ذميس وماس خاري سك ميس ومتماس أت بالدم ذي المحاكم خد الدنيا خي ما عجع انت مواث ذرمي تروث انت مورا كني والنهاية غاثم مثل ما ذي سنت سمحمة من ذرم ذي مهم الدن هات من غم خد الدنيا هات من غم خمين واي ضبيعا ثم غاري انو ما كني وخيخ انت خد الدنيا كني واتخيخ ثم غاري انو مخد الدنيا ثم غاري انو ما كني وعصان تخد الدنيا كني واتكبر منك هذه غاري انو مخد الدنيا اتفار تمدي ثاوان ومخد الدنيا ثاوان وما كني وندار خد الدنيا ذوي خان غيقو ذو النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنا نغن النبي صلى الله عليه وسلم خمي غذا وضمام واتكمام وخد الدنيا اتهلكم يمسر من مهلكن مواهلكن مهلكن يمسر من نهارا نعم واه لأنه ونقب الوصية للنبي صلى الله عليه وسلم إذو رغان فرانك ذو ني عزن فارت غذي بابا ما عليش فرانك ذا مزوى فارت غذي ثاوينو ما عليش فرانك ذا مزوى فارت غذي همغاهينو ما عليش فرانك ذا مزوى ثم غات فارت ذكوايا زنس ما عليش غاس الدنيا هانية المهم فرانك ذا مزوى الدنيا ذا مزوى تنكبت الأمة طريق رسول الله وتركت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدارت ظهرها ثارس وعرانس غوورن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يقى النبي صلى الله عليه وسلم إن قد خوم خست من غم أكني وتهلك كما هلك من كان قبلكم ما مش تهلك إني ذو ميزان